شاشة بنت صغيرة قابلت كام بنت في أول يوم ليها في المدرسة. لقوا الجيبة بتاعتها طويلة قوي، فراحوا يطبقوها لها وقالوا لا جيبة أحلى وهي متطبقة، وده زرع في قلبها مفهوم الجمال. بس ما تخيلتش إن بعد 4 سنين تكون بنت حلوة جدا، الكل بينادوها بالبنت الجميلة، بنت ولا ما بتحبش غير اللعب والجمال ومش بتدرس. المفروض إن الجمال ما يتصارعش مع الدراسة، بس هي عندها أب مش مهتم غير بالابن وأم متفتحة بس مش بتعرف تربي قوي، وده خلى دراستها مش كويسة لحد تانية ثانوي، انفصلت عشان بتدخن. ومن هنا البنت الجميلة قررت تدرس كويس وتخش جامعة كويسة. دي قصة حقيقية، مفيش ولا حظ ولا عباقرة في الفيلم، ومفيش ولا عدل ولا جمال، مفيش إلا المذاكرة وهمها. الفيلم مليان طاقة تشجيع غريبة، اسمعوا للآخر. البنت راحت لمكان التدريب أول يوم ليها، صدم الأستاذ مش عشان بس جميلة، بس لأن كمان نتيجتها لامتحان ابتدائي كانت صفر. لحسن حظها الأستاذ ده بيحب شغله فقرر يديها هدف، لازم تخشي أحسن وأفخم جامعة في اليابان، وده أكننا بنتكلم عن جامعة عين شمس مثلا. في ناس ممكن تقول ده هبل يا عم، إزاي تخش أحسن جامعة خلال سنة؟ بس القصة دي عايزة تفهمك إن العالم بتحصل فيه المعجزات، وكانت بتذاكر أكتر من الطبيعيين بكتير. شاشة فاشلة لدرجة إنها رسمت خريطة اليابان على شكل دايرة، وأبوها كان بيستحقرها وقال لها أنت أكيد مش هتخشي الجامعة دي، أنا مش دافع لك فلوس. الأم قالت هدفع أنا. الأب زاد عن حده وقال البيت ده فاشل والأمل كله في ابني. شاشة تعصبت فقررت تخيب ظنه، فذاكرت بمجهود أكبر ووصلت قبل كل الناس، لازم تبدأ من مناهج ابتدائي، وهي بتلعب مع صحابها بتذاكر في نفس الوقت، وجابت 5 درجات في الامتحان. وعلى كده طول الأجازة شاشة أخيرا خلصت المستوى الأول للإنجليش، والمدرسة بدأت. رجعت للفصل والأستاذ برضو مستحقرها، وكمان كان بيسميها بالزبالة. كملت مذاكرة بكل ما عندها لحد تالتة ثانوي، راحت تفهم أحداث المجتمع من الأخبار عشان تكتب مقال. بس كل ما تذاكر أكتر كل ما تحس إنها مش عارفة حاجات كتير. شافت أسئلة الامتحان هنا بقى وقعدت تفكر كتير، بعدها قامت ومشيت. ودي كانت أول مرة شاشة كانت عايزة تستسلم فيها لأن الموضوع صعب. بس فاقت تاني بسبب تشجيع الأستاذ، قررت تقص شعرها عشان تمنع نفسها من الخروج، وبقت بنت بشعر قصير وعادية واتريقوا عليها كتير. هنا في تفصيلة، وهي بتراجع كانت بتزعق للمخدة وتقول بتخلي الصوت كله يترمي في المخدة، أنا متأكدة إن كل الناس اللي بتراجع بجد حاسة بنفس إحساسي، من فضلك ثق فيا. لما يكون نفسك تطلع الألم اللي جواك ده معناه إنك جامد، وطريقتها أثرت في زميلها اللي اتريق عليها. رجع شعره للون الأسود، بس ألم شاشة مخلصش. امتحان ورا التاني خلوها تفقد الثقة في نفسها، كل اللي كتباه في الكشكول الألم، الإحباط، الوحدة، مش قادرة، عايزة أعيط، لحد هنا مش قادرة. وقالت كل حاجة للأستاذ، أنا جبت آخري، مش مهم الجامعة، أنا كده كده زبالة، والزبالة مش لازم تثبت نفسها. الأستاذ كمان اتعصب، خلاص استسلمي، بأسلوبك ده مش هتخشي ولا جامعة. شاشة قررت تستسلم، راحت لماما وهي بتعيط، وفضلت على كده كام يوم. وفي الوقت ده حصلت مشكلة لأخوها، هو مش عايز يلعب بيسبول، مش عايز يعيش عشان أمال أبوه بس، وكمان اتخانق مع الأب عشان ده. شاشة هنا فهمت حتى لو الناس عايزاك تكون تنين، وأخويا كان دايما مهتمين بيه وبيحبوه، بس كان محبوس زيها برضو. راحت تنصحه بس شتمها، الأخ قال أنا وانتي كلنا زبالة، وده عصب شاشة، ما تقارنيش بواحد حيوان زيك. شاشة طلبت من ماما تاخدها لأحسن جامعة في اليابان تتفرج. شافت كل الناس هنا جادين في المكان ده وأحرار ومبسوطين، وهنا عرفت المستقبل فيه إيه، فرجعت تجتهد تاني. الناس اللي مش بتعرف تتعلم لازم تشوف الأستاذ ده، ما تبصلوش إنه عادي لأن مركزه متخصص للفشلة بالذات، فأغلب اللي جايين فشلة، وهو عنده طريقة مميزة للتعليم. لما قابل شاشة لأول مرة أول جملة قالها لها أنا حاسك حلوة وبتحبي الموضة، ممكن تعلميني أنا كمان الموضة؟ بص ما انتقدش انها لابسة لبس مش محتشم، وانما اكتشف ميزتها، عمل لها اختبار جابت 0. الاستاذ قال على الرغم ان كله غلط بس على الاقل كتبت فيهم كلهم اجابات، وده حلو جدا، انبسط، ولا كأنه خايف يتضرب منها، وده يخلي الاولاد كمان تذاكر، ها بيقدر يندمج مع كل طالب هنا، مش مهم بنت او ولد. حتى انه لعب مع شاشة لعبة ازالة المكياج، لو جاوبت غلط يخليها تشيل المكياج، هو عمل كده ازاي؟ كمل معايا. في اليوم ده جه ولد بمشكلة ليه سابغ شعره، وأول ما جه كان بيعمل مشاكل، طلع إنه مش عايز يدرس أصلا لأن الأب صارم جدا وعمال يقوله عايزك تطلع محامي، وده خلاه يكره الدراسة تماما، وعمال يلعب طول اليوم. بص أول جملة قالها الأستاذ ليه، أنت بتلعب حلو قوي، أنت ليفلك عالي بقى. الولد قال له أنا بلعب اللعبة دي عادي،
عشان بس اعصب ابويا، انا لو هموت مش هسمع كلامه. الاستاذ لما سمعه قال لنفسه اه عنيد وبينتقم من ابوه، فقال انا عندي طريقه حلوه للانتقام منه. وما عداش كتير والولد بدا يذاكر بجد. ايه الكلام ولا القوه اللي استخدمها؟ طلع ان الاستاذ قال اكتر انتقام مقرف في العالم بتاع تشو، حتى لو البنت راحت تترجى الملك بعد قتل ملك الشياطين راسه اتقطعت. الملكه اتعصبت طبعا، عايز تخلي حد يتضايق فعلا، فلازم تديله اكبر امل عندك وبعدها تنهي على الامل ده قدام عينه. فلو ذاكرت باجتهاد وتيجي تمتحن للمحاماه وتاخد الاحقيه ما تشتغلش محامي، وابوك كده هيتعصب اكتر. الولد حس انه منطقي وبدا يذاكر، بس الاستاذ ده برضه هينتقده. بعدها رئيس القسم الشاشه اتواعد معاه وقال له انت تراجع للناس حلو، بس انك تخلي واحد فاشل يروح يمتحن لجامعه متفوقه دي اكيد حاجه مستحيله، بلاش تحدد لمجموعه زباله هدف كبير زي ده. اجابه الاستاذ كانت شاشة مش فاشلة، هي بنت متفوقة جدا، بلاش تبقي كده من فضلك، الطلبة اللي بتقول عليهم زبالة هيحسوا نفسهم زبالة بجد. من الآخر هو الأستاذ ده بيعمل كده ليه؟ وينقذ طلبة فشلة واحد ورا التاني؟ متهيألي عشان الجملة دي، أنا شايف إن مفيش طالب مش نافع، في بس أستاذ فاشل. أيوة صح، النوع ده من الأساتذة موجود فعلا، واسمه الحقيقي بين ديان، والفيلم ده معمول من الرواية اللي حكت قصة حياته. أكتر حاجة بيعرف يعملها إنه صاحب البطلة في موقف مضحك حصل في الفيلم والواقع. شاشة قالت بابا نويل موجود بجد لأنه ظهر في الأفلام قبل كده. بعدها الأستاذ قال يبقى أوتمان كمان حقيقي بقى. فكر كده، هو في كم استاذ ممكن يعمل حركات الاطفال دي لطلابه؟ بس لما عملها بجد حصل على ثقه الطلاب بجد. لما تحط مجهودك كله في هدف معين ممكن تغير كل الناس من حواليك. شاشه بنت مش بتدرس اي حاجه ومعاها صحابها الفشله حواليها، حياتها كلها لعب وما بتجتهدش نهائي، بس لما بدات تدرس اتغيروا. كانوا بيتريقوا عليها الاول، ازاي هتخشي احسن جامعه يعني؟ مستحيل مستحيل مستحيل. عدى وقت وبداوا يتفاجئوا، البنت دي بصت لكشكول شاشة فعلا مجتهدة. وبعدها تقابلوا تاني، البنت بدأت تقول لها احنا مش عايزين نلعب معاكي تاني. شاشة قالت لها انتوا كرهتوني، بس كلهم انكروا ده. طلع انهم مش عايزين يأثروا على مذاكرتها، مش عايزين يحطموا اصرارها. وفي كمان بنت قالت احنا كمان بدأنا نحس اننا لازم يكون لينا هدف نجتهد عشانه، ما بقوش هيهتموا يقدروا ولا لا، انما حتى لو مش ممكن عايزين يدعموها برضو. بص شاشة عيطت قد ايه. وبعدها الأب اللي محتكرها دايما، تفكيره بأن الراجل أهم ده كان بيخليه يتريق عليها في الأول وكان بيحاول يحطم حلمها. مش هدفعلك ولا مليم. بس بعد كام شهر روح البيت في يوم وخد باله كمية الملاحظات اللي شاشة معلقاها، وكان في ورقة في الأرض. أخد نفسه ونزل ياخدها وكأنه مش راضي عشان بس يخبي تفاجئه. في يوم بيشرب خمرة لوحده بابا فجأة قال لي اللي في قلبه. طلع أنه كان دايما بيكسر في مقادفها عشان هي كانت دايما بتقول عليه العجوز المعفن، فحس ان كرامته مش موجودة. في اليوم ده بنته روحت بورقة امتحان خارجي، الاخ قرأ نتيجتها، بص لتعبير الاب، ودي كانت اول مرة يبادر في انه يشوف نتيجة بنته، وصدق اخيرا ان شاشة ما بقتش البنت اللي كان بيحتقرها الاول. يوم الامتحان جه والجو سيء ومفيش مواصلات، الاب رجع من الشغل بدري وخلى شاشة تركب باص الشغل يوصلها، وقال لها بابا كان غلطان، انت دلوقتي امل البيت كله، بس هي البنت هتسامحه؟ قالت له بعصبية سنين كتير عدت وانت مش سائل فيا، ايه لازمة كلامك الحلو ده دلوقتي؟ سمع صوتها وهو بيعيط، الاب ما اتكلمش ووقف العربية فجأة واخد الكوليك يشيل التلج عشان الطريق. وشاشة هنا افتكرت الكلام اللي ماما قالته لها قبل كده، على الرغم ان ابوكي باين عليه قاسي وبارد بس هو طيب بجد. فعرفت هنا ان مش بس بابا اللي بصلها غلط، هي كمان فهمت بابا غلط. في الاخر والبنت رايحة للامتحان، الأب نزل فجأة وقال لها بصوت عالي بالتوفيق، متأكد إن كل اللي شافوا الجزء الأول عايزين يعرفوا إذا كانت نجحت ولا لا. دي قصة حقيقية وهي فعلا نجحت مع إنها جالها إسهال في الامتحان، بس برضه ما أثرش في اجتهادها. البنت اللي كل الناس كانت بتحتقرها أثبتت نفسها أخيرا، ولما الأب عرف نتيجتها عيط بلا تفكير. وخلافاته في البيت كلها كانت بسبب إنه عايز كل حاجة تبقى كويسة. يا زمايل الدراسة في ناس كتير مش عايزة تجتهد لأنه خايف، خايف من المر والتعب. الناس اللي بتخاف دي دايما بتفشل، بس صدقني وما تنساش وأكيد هتلاقي ما حصدته. أي كفاح بغض النظر فشل أو لأ، بس أكيد هيكون ليه جزء صارم ومهم في قلبك، وهيبقى مجهود ما تندمش عليه ولا تنساه بعد سنين. لو مفيش مجهود مش هيكون في نفسك الحلوة. دي قصة تقريبا بتحصل لنا كلنا، وأنا كمان كنت كده. أنا رامو، تابعني بقى ولايك.